بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إذا ما ابتليت فكن صابرا بحكم الإله القوي المتين، وكن راضيا بقضاء الإله فرسلت في الصخر منك يلين، وأبشر بنصر وفوز مبين فإن الإله مع الصابرين فاصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا أردت مصيبة تسلو بها فتذكر مصابك في الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المصطفى والذي أنزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بمدينة الزقازير بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تدعوهم إلى
فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لا يسمعوا
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون.
يا رب.
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله
صدق الله العظيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الذين
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم لفريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون.
الشوكة تكون
بسم
عائلات الغطواري جميعا وباسم عائلات ابو اسماعيل بمنيا القمح وباسم الوالد الكريم العمده الحاج فيصل الغطواري يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء فرضا فرضا من عمد ومشايخ واهالي القرى المجاوره. وبذلك عبر رصيد موجات اذاعتنا الدوليه من تقر الاذاعات الخارجيه اداره محمد السيد عبد الوهاب المقيم بشت قايد مركز زقازير، الهندسه الكهربائيه والولاد الانوار ومخازن الفراشة الكبرى إدارة علم الجمهورية الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي المقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازير، الخدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر ميدو الدولي المقيم بجنايوس، مصور هذه الليلة المميز دائما وعمدة المصورين بالشرقية المهندس ناصر صلاح. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا.